بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد، فقد كثرت في هذه الآونة دعوات خدم الملوك الموسومين بالفقهاء، كثرت دعواتهم لبر الطغاة باسم الدين وطاعتهم باسم الدين. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الإسلام بريء من الجبابرة، والإسلام بريء من الطغاة، ومن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى علم ذلك يقينا. الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا يجوز أن ينسب مسلم إلى الإسلام إقرار الظلم والجبروت والطغيان والاعتداء. فهذه الروايات التي يستند إليها خدم الملوك والجبابرة والطغاة كحديث أطع إمامك أطيعوا ولي عليكم ولو ضرب وجهك وسلب مالك إلى غير ذلك من الأحاديث وما دار في فلكها، إنما هي في طاعة المتقين، إنما الطاعة في معروف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفقه الصحابة على هذا رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أن الطاعة في المعروف والطاعة لمن أطاع الله ورسوله لا لمن عصى الله ورسوله. ذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما تولى الخلافة قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا هو فقه الكبر وفقه الصحابة، وعلى هذا درج عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز أن ينسب إلى الإسلام أنه يأمر بطاعة أي أحد كائنا من كان إذا عصى الله تبارك وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم وظلم العباد وعسف وغشم. يجب أن ينزه الإسلام من مثل هذا الإجرام، ويجب أن ينزه الإسلام من مثل هذه الآثام. يجب أن نعز دين الله وأن نعلي شأنه، لا أن نلطخه بمثل هذه الآراء والفتاوي التي يصدرها بعض المنتفعين والمتملقين وماسحي أحذية الجبابرة والطغاة الذين يريدون أن يشوهوا صورة دين الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا ينكرون المنكرات، فعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كسر جرار الخمر التي كان يتجر بها في الشام، حتى غضي معاوية بن أبي سفيان وأزعجه ذلك وأنكر على عبادة، فأبى عبادة بن الصامت أن يصيخ سمعا لمعاوية بن أبي سفيان، رفض ذلك رفضا باتا. ولما أرسل له أبا موسى زمجر وأرعد وأبرق عبادة وقال: يا أبا موسى، أما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعناه على السمع والطاعة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول الحق ولو كان مرا؟ هذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارتضاهم، ما كانوا يقرون طاغيا ولا كانوا يقرون جبارا. فعلى من كان عاجزا عن قول الحق وإنكار المنكر فإن عليه أن يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت لست مكلفا بأن تخرج على الحاكم الظالم الجائر الطاغي، وإن كنت عاجزا عن ذلك، ولست مكلفا بإنكار ذلك باللسان إن كنت عاجزا عن ذلك، ولكنك لا تعذر عن الإنكار بالقلب. فأين ملجأك من سلطة من 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 قهر الله وقسم الله إن أنت أن أقررت المنكر في قلبك وأشربه فؤادك، ثم بعد ذلك أعلنت للناس عبر وسائل الإعلام المختلفة أن طاعة الجبابرة من دين الله وطاعة الطغاة من دين الله؟ هذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه الإسلام. وقد قلت هذه الكلمة وأرسلتها الآن تبرئة لصحة الإسلام
من مثل هؤلاء الطغاة الجبابرة، وأن دين الله تبارك وتعالى من الجبابرة براء، وأن دين الله من الطغاة براء، لا يجوز أن ينسب إلى دين الله تبارك وتعالى ما لا يرضاه الله جل وعلا. هذا، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين.